الله معكم مشاهدينا، بحييكم من أرض كندا. نحن وياكم بتغطية خاصة لوقائع زيارة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي الذي سيزور كندا في زيارة رعوية. نحن وياكم مشاهدينا من رعاية سيدة لبنان مع الأب ريشار ظاهر القيم العام في أبرشية مرمرون كندا ومسؤول مكتب الدعوات الإكليريكية في الأبرشية، وهو أيضا خادم رعاية سيدة لبنان في لافال. الله معك أبونا ريشار. أهلا وسهلا فيك بكندا، مرسي على زيارتكم لنا ومرحب فيكم، مرحب بجروب تلي لوميير. أبونا دايما عم نتعرف على كل رعية على تاريخ تأسيسها، كيف انبنت، كيف كانت الأجواء يلي حضرت لها الرعية سابقا؟ هالرعية هيدي هي بالحقيقة امتداد لرعية مرمرون. أنا كنت كاهن رعية مرمرون يلي كانت موجودة على بيلانجي كريستوف كولون من سنة 1995 لسنة 2001. بسنة 2003 نحن جينا، كنا عم نبش على كنيسة لقلنا، جينا شفنا هالموقع، هيدا كان حرش، كان غابة، وكان فيها الصالة هي اللي كانت هي معبد للشمس. اشترينا بالمال يلي كان موجود معنا بالبنك باسم الشركة المارونية، اشترينا هالمبنى هيدا وحولناه لكنيسة كاثوليكية بركة وقتها سيدنا المطران يوسف يونان يلي هلأ هو بطرك السريان، وبلشنا نحن نشتغل معه. سنة 2013 لما انتخب سيدنا ثابت مطران على كندا صار في تواصل معه ورجعنا على الحضن الماروني وتسهلت هيك العملية. فمثل ما شايفي هي أرض كبيرة 145 ألف بيكاري، ما في علينا ديون، حولناها لكنيسة، هي أبعد كنيسة وأصغر رعية بكل الأبرشية، بس بتحسي حالك كأنك قاعدة بلبنان. شو اللي بيميز هالرعية أبونا؟ خصوصا وأنه اليوم مع سيادة المطران بول مروان ثابت هناك تجديد وإعادة تنظيم للهيكلية الجديدة لهذه الأبرشية، بقى شو جددتوا أيضا بهالمجال؟ مدام أهم شيء عمل، يعني أنا بعتبره إنجاز عظيم جدا، هو أنه شرك سيدنا ثابت العلمانيين بحياة الكنيسة. نحن ببلاد الانتشار كنيسنا عم نبنيها أوقات بالكرتون لحتى نقدر نلاقي محل نصلي، ونحن بحاجة لعطاءات الناس، ولحتى الناس تعطي بده يكون عندها ثقة، وبده يكون عندها محبة، وبده يكون عندها إيمان، وبده تؤمن بأنه هالكاهن عم بيعمل رسالة المسيح وعم يعكس صورة المسيح. لذلك طلبنا من سيدنا وقت الوصل حتى نفك مشكلة الثقة ونفك مشكلة المحبة بين العلماني وبين الكنيسة، طلبنا أنه ينحط لواء معتمدة هون بالكنيسة اللاتينية بين الكنيسة اللاتينية والدولة الكندية اسمها لوا دو لا فابريك، يلي هي بتقضي بأنه بالسنة مرة بتجتمع كل الرعية، بتنتخب 6 أشخاص بيكونوا مدراء لهالكنيسة، بيساعدوا الكاهن بإدارة الكنيسة، بصوتوا على المشاريع، الخوري له صوت وهني كل واحد منهم له صوت، إذا صار في مشاكل بيحتكموا للمطران والمطران هو بيحلها، لكن ما بقى الخوري يتصرف لحاله ولا بقى المطران بيقدر يتصرف لحاله من دون ما يرجع لرأي الجماعة. هيك خلقنا إسبري دو كل جاليتي، خلقنا إسبري تعاضدي، صرنا منروح أسرع على المشاريع، بتندرس أكتر، صار في شفافية، صار في مشاركة، ما بقى العلماني يحس حاله منه مسؤول، وما بقى يقدر يتهم الكاهن أو المطران بالتفرد والتسلط والتصرف بالمال من دون ما يعرف. هيدا بعتبره أعظم وأكبر إنجاز عمله سيدنا لحديت هلأ، هيدا على الناحية المالية. طبعا في إشياء مالية تانية كمان عم تتحضر وعم صارت بطور، يعني بطور التنفيذ، في إشياء بدها شوية وقت، لكن هيدا أنا بعتبره على الصعيد المالي. ومن كتر خير الله من وقت ما صارت الشغلة ما عدنا نسمع حكي عن المال أو عن شي بيشبهه بكل الرعاية.
من قبل العلمانيين، ما عاد في هالكريتيك هيدي. بشكر الله وأنا بشكره لسيدنا لأنه كان فعلا شجاع لحتى ياخذ هالقرار هيدا، لأنه هيدا قرار ما بتعتمده الكنيسة المارونية بلبنان، بيعتمده القانون الشرقي فقط. هو كان سباق بهالموضوع هيدا وأنا بشكره كتير على هالشي يلي عمله. أبونا ريشار، شو المطلوب من العلمانيين يلي رح يتم انتخابهم أو انتخبوا، أو شو الفضائل يلي لازم يتحلوا فيها أو الصفات حتى فعلا يستلموا مهام إدارة الكنيسة ويكونوا عندهم هالمسؤولية؟ فينا نسهل الأمور قد ما بديك وفينا نصعب الأمور قد ما بديك. باختصرها بكلمة صغيرة، قال له المسيح لبطرس بتحبني؟ ارعى خرافي. بيكفي انه العلماني يكون يحب بصدق كنيسته وعم يخدمها بصدق حتى يكون مؤهل لانه يشترك بحمل المسؤولية. ما بدها فلسفة ولا بدها دكتوراه ولا بدها شهادات، بدها ضمير حي، بدها إدمية، بدها محبة وغيرة على الكنيسة. الكاهن بيقدر يعرف مين مؤهل، بس شرطه يكون انه الشاب او الصبية عمرهم اكتر من 18 سنة والباقي كله بيصير هين. العمل الرعوي كتير سهل لانه اذا خاصة بنعمله بكل بساطة وكل تجرد، وكتير صعب اذا كان في نوايا مبيتة، اذا كان في مشاريع شخصية، ان كان من ناحية العلمانيين او كان من ناحية رجل الدين. لازم تكون الامور واضحة ومتجردة وفقط عم نخدم مشروع الله. أبونا ريشار، حضرتك أيضا مسؤول عن مكتب الدعوات الإكليريكية في إبرشية مرمرون كندا، أعطينا أهمية اليوم هالمكتب وقديش في بذور دعوات جديدة عم بتكون بهالأرض. هل عم تكون كندا أرض خصبة للدعوات الإكليريكية؟ أول ما وصل سيدنا تابت حكينا كمجلس كهنوتي وكمجلس مستشارين بقصة الدعوات، وكان الفكرة الأساسية هو أنه نبلش نخلق دم جديد تمهيداً لتحضير دعوات للمستقبل، حتى يطلع عنا من كندا كهني بيعرفوا العقلية الكندية، بيعرفوا السيستام الكندي، وبيقدروا بيخدموا أفضل أولادنا الموارني بكنيسهم. فأول شغلة عملها سيدنا أنه رسمنا جو كبير من الشدائق لحتى يصير في عنا حضور أكتر بالكنيسة، مذبحنا تنخدم مزبوط، شعبنا ينخدم مزبوط، ونجمع بعضنا. ورسم سيدنا يعني أكتر من 10-12 شديق بهالسنين هاي. كمان صار في عنا رسيمات لشمامسة، وكمان صار في عنا رسيم لكاني. وهلأ حالياً عنا دعوة بالجران سيمينار دو موريال، هذه تاني سنة عم بيدرس الكهنوت، وإن شاء الله بتكون دعوة يعني واعدة وبيتم على خير. وفي عنا كمان شو اسمه، كمان أشخاص جديد تانيين شمامسي أو شديقة كمان بيحبوا أنهم يكفوا هالدعوة. هيدا بنشكر الله على أنه في جاذبية، في ناس، في شباب عم تنجذب لصوت الله عبر الأبرشية. هذا معناته أنه نحن ماشيين على الطريق المستقيم. هلأ بدها شوية وقت، بدها شوية صبر، بدها نعمل ريستركتوراسيون مزبوط، لأنه نحن نعد أبرشية ناشئة. أبونا ريشار، رح يكون إلى حصة كثير كبيرة رعاية سيدة لبنان بلافال بزيارة صاحب الغبطة البطريرك الراعي إلى كندا، يا ريت هيك بتحطنا بالصورة كيف عم بتم التجهيزات وشو البرنامج يلي رح يتضمن هاليوم هالزيارة، وشو انتظاراتكم أيضا ما بعد زيارة البطريرك الراعي إلى كندا؟ طبعا نحن زيارة سيدنا البطريرك زيارة أبوية، منتظرينا بكل فرح وكل إيمان، لأنه بوجوده بيناتنا رح ناخد نعمة من السماء. بينا رح يجي يزورنا. هالزيارة بالنسبة لنا هي يقظة، هي صرخة، هي إعادة إحياء ضمائر، هي توثيق تواصل بين لبنان وبين كندا، وهي زيارة بي لأولاده مشتاقين يتطمنوا ويسمعوا منه
شو بده يخبرهم عن طائفتهم، شو بده يخبرهم عن كنيستهم، شو جايب لهم جديد لحتى هالكنيسة تنضف وتتنقى وتعلى وتتقدس وتقدر تعمل رسالتها أحسن. وطبعاً بهمهم كمان لبنان، بهمهم يسمعوا من سيدنا البطرك بينا شو بده يخبرنا عن لبنان. أما بالنسبة للبرنامج نشكر الله أنه نشكر سيدنا ثابت أنه خصنا نحن يعني أصغر الرعاية بهالزيارة بوقت طويل، هو أنه رح يجي سيدنا البطرك أول شيء يفوت على هالكنيسة يزورها ويبركها، بعدين رح يطلع قدام النصب يلي حققناه بإذن الله سنة الماضي مع المتطوعين بالكنيسة، رح يطلع يبارك النصب، رح يقيم الستار عن اللوحة التذكارية، رح بعدين يرجع يدخل على الشابيتو تحت الخيمة مطرح ما الناس كلهم مجمعين حتى يحضر برنامج صغير حضرته موريال برعاية سيدنا ثابت لحتى نستقبله ونعبر له عن حبتنا وعن احترامنا له. وبالنسبة أبونا ريشار لانتظاراتكم كراعية اليوم كأبناء كندا منتشرين بهالعالم يلي بنعرف اليوم العالم بيخدنا على طرق ومهاوي كتيرة، قديش الكنيسة عم تقدر تكون محافظة على هويتها على تجذرها وأيضا على فينا نقول عاداتنا المشرقية الأصيلة، بقى شو الانتظارات المرجوة بعد هالزيارة؟ سترانيا قبل ما نقول شو نحن منتظرين من سيدنا، أنا ككاهن بقلب الكاهن مثل ما أغلبية إخوتي الكهنة بيقولوا وين ما كانوا بالعالم، نحن قبل كل شيء نسأل حالنا نحن شو سيدنا منتظر منا حتى الكنيسة تتقدم. نعمل فحص ضمير وكل واحد منا بيحاول يعمل الأفضل حتى نقدر نرضي انتظار بينا الكبير. هلأ نحن شو منتظرين منه؟ نحن منتمنى عليه أول شيء ما ينسينا، نتمنى عليه أنه اللبنانية الموارنة ببلاد الانتشار يصير عندهم أداديس باللغاتهم، والأداديس تكون مبسطة، الأداديس تكون سهلة، الأداديس تكون تجذب الناس. منا نحن بقى بالشرق لحتى نعمل أداديس طويلة، خاصة أنه مواعيد أو أوقات الشغل تبعية العالم والظروف تبع الطقس كتير كتير صعبة. منطلب مننتظر من سيدنا البطرك أنه يجمع ويوحد، مننتظر من سيدنا البطرك أنه تكون الكنيسة حاضرة أكتر معنا، مننتظر من سيدنا البطرك أنه نبلش نطبق بكنيستنا الكلام اللي عم نسمعه من سيدنا البابا فرانسيس، لازم نرجع لأصولنا، لازم نرجع لروحانيتنا، لازم نرجع لبساطتنا، لازم ننتبه للمال العام يلي موجود بين إيدينا، هيدا تخيري بإيدينا ما فينا نستعمله كيف ما كان ولشو ما كان إلا للرسالة ورسالة المحبة. على طائفتنا علينا نحن الموارنين نرجع لأصولنا لحتى نقدر نرجع نستعيد دورنا ونقدر نرجع نعمل من لبنان وطن الرسالة، الرسالة بين المسيحيين، الرسالة بين المسيحيين والمسلمين، ويبقى هالوطن أرزي، ومطرح ما بتكون في كنيسة مارونية تكون أرزي يتفيا بفياتها. كل إنسان بحب الحقيقة وبحب المصالحة وبحب السلام. عم نطلب من بينا إنه بركته وصلاته، وعم نطلب من السينودوس تبعنا، سينودوس أسقفتنا الكرام الأجلاء، أكتر نظرة عملية على الأرض لحتى تقرب الكنيسة أكتر وأكتر من العلماني لخلاص نفوسهم ولفرحهم.
أبونا إن شاء الله كمان بعد يعني لقاء الأساقفة الانتشار يلي رح يكون برئاسة صاحب الغبطة أيضا بكندا، ولقاء الشبيبة فينا نقول يعني حافل، رح تكون حافلة هالزيارة ببرنامج جدا غني بروحانيته. رح نحن وياك نحكي عن تمثال أمنا العذراء، قديش وزنه، كيف ليش أردته يكون بهالساحة، وشو رح يكون الترتيبات والتحضيرات لحتى يكون جاهز خلال الزيارة. نعم. هيدا التمثال كنت أنا واستحبني سيدنا مروان تابت، بول مروان تابت، على البنك تبعه لحتى يشوف مع البنك إذا في البنك يديني مصاري، يدين الرعية مصاري حتى نقدر نعمل كنا صالة مشان الرعية. ونزلنا على البنك وكان سيدنا موعود وأنا موعود كمان بهالشي، لأنه صلنا كنا كذا سنة عم نفكر بمشروع للكنيسة والبنك ما قدر يعطينا مال. نحن وراجعين على الطريق طلعت الفكرة، قلت له سيدنا شو رأيك إذا بنعمل تمثال للعذراء بكبر تمثال حريسة أو على بيشبهه؟ قال لي أنا ببارك هالعمل هيدا وأنا معك 100%. بلش اشتغل عليه وبلشنا نشتغل عليه، وبتموز مضالي سيدنا الخرايط تبع التمثال، وأخذ معنا الشغل تقريبا 4 أشهر. كنا إكيب بنيفول تقريبا 60 شخص عم نشتغل كل يوم هون، ومع مهندسين وأخصائيين حطينا هالتمثال اللي وزنه 60 طن من الرخام الأبيض الخالص، علوه 9 متورة، محطوط على قاعدة فيها بطون حوالي 380 طن بطون وحديد. ما قدرنا نعمل حوالي درج ولا قدرنا نعمل تحته شابيل لأنه البلدية ما سمحت لنا مشان شروط بتتعلق بالأمان بالنسبة للناس. ومثل ما شايفه مثل ما شفته بالصورة هالتمثال هلأ اليوم موجود، وبكرة بجمعة الجائزة الأراد سيدنا البطرك رح يباركه. تنفذ أذننا في سيدنا تابت بجويه بتموز 2017، تنفذ ب 3-4 أشهر، وهلأ سيدنا البطرك رح يجي يباركه. نشكر الله على هالنعمة الكبيرة. عندي كلمة صغيرة حب وجهها لأولاد رعيتي للمتطوعين يلي من سنة 1995 لحديت هلأ ما وقفوا يشتغلوا. كل هالبنى، كل هالعمار، كل هالخشب، كل شيء معمول بهالكنيسة شغل إيدينا. لو كنا بدنا نحط ندفع مال لحتى العمال ما كان ممكن أبدا نعمل هالشغل. حطوا وبعدهم عم بحطوا ورح يضلوا نحطوا. هيدا نتيجة الإيمان. بشكر الله عليهم وبوجه لهم تحية كتير كتير كبيرة. شكرا لك الأب ريشار ظاهر، القيم العام في أبرشية مارمارون كندا، ومسؤول مكتب الدعوات الإكليريكية في الأبرشية، وخادم رعاية سيدة لبنان في لافال. وعلى أمل نجاح الزيارة طبعا بحسب الثمر الروحي المرجو منا، وإن شاء الله دايما كنايسنا بتبقى علامة انتصار مثل ما نحن بزمن الصليب اللي هو علامة انتصار لإلنا. شكرا لك أبونا. شكرا لك. أمين. شكرا لكم أيضا مشاهدينا لمتابعتكم لهالحلقات يلي عم بتكون تحضيرية وبتسبق زيارة صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة إلى أرض كندا، إلى الأبرشية المارونية في كندا. إلى اللقاء.